هذا برنامج علم البسطاء عن الثلج. تحذير: الحركات المثيرة المنفذة على الثلج التي ستشاهدونها أداها أشخاص تجاهلوا العلم الصعب. إن كنتم لا تريدون تحمل العواقب لا تحاولوا أن تقلدوهم. أجل، في هذا العرض طلبنا من باحثين أن يرتدوا ثياب العمل ويثبتوا لنا أن المعرفة العلمية والشتاء يجب أن لا يكونا طرفين نقيضين. من غير أساسيات الفيزياء، المشاركة حتى في أرق الرياضات الشتوية يمكن أن تعرضك للانزلاق والتعرض لكارثة. إن كنت متزلجاً أو متزحلقاً على الثلج وتريد أن تتزلج بسلام هذا الشتاء، فعليك أن تعير انتباهك للعلم. الثلج يبدو أبيض اللون ومنفوخاً، لكن إذا تجاهلت قوانين الفطرة السليمة فستجد نفسك في عاصفة من الألم والإحراج. لا تفوت شيئاً، فهذا علم البسطاء عن الثلج. في هذه الحلقة سوف نحلل لماذا سارت الأمور ليس على ما يرام مع باحثين بمساعدة مفاهيم علمية رئيسية مثل السرعة الزاوية، زخم الحركة، وزاوية الانحدار. لكن فلنبدأ بهذا. الانزلاق، القفز، سوبر جي، التعرج، التزلج المتعرج، كل تلك الطرق تؤدي إلى إيذاء أجزاء مهمة من الجسم. بالنسبة إلي أفضل طريقة بسيطة جدا كهذه: التزلج السريع. أعثر على منحدر حاد واذهب إلى القاع بأسرع ما يمكن. هذا رائع. أوه، إنه يلوح لي. يعد التزلج السريع من أسرع الرياضات التي لا تستخدم فيها المركبات على اليابسة، لكن معرفة طريقة زيادة السرعة ليست بالأمر الكافي. فمن المهم جداً أن تعرف كيف تتوقف بسلام، وهذا يتعلق بالمقاومة الاحتكاكية والجار. إن أطراف المزالج المقلوبة الملساء مصممة لتقليل المقاومة الاحتكاكية. إذن لتعزيز السرعة يوجه المتزلج مزلجته بشكل مستقيم مع ثني نفسه لتخفيف الجر. على الانحدارات الحادة تؤدي الجاذبية دوراً كبيراً في سحبه للأسفل، وبذلك يعزز سرعته بشكل أسرع. لتخفيف السرعة ينتصب لزيادة الجر ويدير مزلجته ليزيد من المقاومة الاحتكاكية. الرقم القياسي لأقصى سرعة كان 250 كيلومتراً في الساعة. للوصول إلى سرعة مقاربة لتلك، عليك أن تثني جسمك بطريقة أيروديناميكية ملساء وتوجه مزلجتك بشكل مستقيم. ها قد أتوا. انظروا إلى هؤلاء الشبان ينطلقون. يا للهول. وها قد انطلقوا. منهجية الجري والاحتكاك المنخفضان جعلاهم ينطلقون بسرعة 48 كيلومتراً في الساعة ويعودون للصفر في ثانيتين. هذا سريع، ولكن إن لم يكن سريعاً بما يكفي فعليك بانحدار أكثر حدة. يبدو هذا المنحدر حاداً، من الصعب الحكم من هذه الزاوية. هذا أفضل. نعم، إنه منحدر حاد وعال حقاً. أوه، يا للهول. يا لها من طريقة لتكوين الجر. حسناً، يبلي بلاءً حسناً في بلوغ السرعة العالية، لكن المشكلة تكمن في تخفيفها قليلاً. هذا جيد. المزلاجتان موجهتان بزاوية مثالية للحصول على مقاومة احتكاكية أكبر. أحسنت، نعم، نهايتك بحاجة للتحسن. والآن التزلج باللوح على الثلج، ولكن التقنية هي ذاتها. لتخفيف السرعة عليه أن يزيد من الاحتكاك. المعذرة. عفواً، هل أنت بخير؟ لا، لست بخير. لم أقصد هذا النوع من الاحتكاك. كيف سأكون برأيك؟ هذا جيد. أفلح في زيادة الاحتكاك بجانب المزلجة ليتحكم في السرعة. أحسنت صنعاً يا سيدي. الآن هناك قوة جر منخفضة، احتكاك منخفض، سرعة عالية، وانزلاق بحرية. مهلاً، ما هذا؟ يا للهول، لا أصدق أن أحداً ترك صخرة على الجبل. زلاجة الجليد الآلية هي أفضل وسيلة للتنقل على الثلج، لكن إذا أخذتها إلى المستوى التالي وبدأت القفز فعندها سرعان ما ستعلق في القضبان. أترى؟ القضبان. أجل.
ذلك السقوط الكبير يثبت لنا أن المستكشفين لم يفهموا فكرة الانحدار جيداً. أصغي، بفضل حفظ الزخم الزاوي تستطيع أن تغير زاوية الانحدار في الجو من خلال استخدام الخانق والفرامل. ألا تصدق كلامي حسناً؟ إليك الشرح العلمي. إذا زدت من الخانق فيجب أن يكون هناك دوران في الاتجاه المعاكس للقضبان الدوارة، وذلك لإبقاء الزخم الزاوي الكامل ذاته. بذلك تميل الزلاجة الآلية للوراء. وللسبب نفسه، إذا ضغطت المكابح فستميل الزلاجة في الحقيقة للأمام. لكن احرص عندما تحط على أن تميل الزلاجة قليلاً للخلف كي ترتطم القضبان بالثلج أولاً. قبل أن نبدأ، فلنلقي نظرة سريعة على بعض النصائح العلمية عن الانحدار. احرص على ألا يكون المنحدر حاداً جداً. لا تنطلق بسرعة. ولا تبطئ الحركة بشكل سريع. إنه يتقن الأمر. كذلك هو. وهذا لا. لم يسرع كما ينبغي. لذلك سقطت الزلاجة. لكن يمكنك زيادة السرعة كثيراً. والميلان للخلف. لكن الزلاجة ستستمر في التقدم للأمام. وتستمر وتستمر وتستمر. إنها هناك. انظروا إليها. أوه لا. مهلا، ما هي المشكلة بالضبط؟ يا للهول. لقد فهمت. أظن أنه زاد من السرعة والدوران كثيراً، إضافة إلى طموح كان كبيراً. يا للهول، يستطيع في الحقيقة أن يرفع لوحة تزلج، لكن ما هو المبدأ العلمي الذي سيوضحه لنا؟ هل عرفت عن أي علم سنتحدث؟ أجل، إنه المسار المكافئ. يجب أن تساعده زاوية الانحدار المثالية والسرعة المثالية على الإقلاع في مسار رشيق منحن عبر الهواء أو مباشرة إلى أصدقائه هناك، وذلك إذا أخطأ. لا أصدق. يمكننا الانزلاق على الجليد بفضل معامل الاحتكاك المنخفض بين القدمين والأرض، وأيضاً بفضل مركز الجاذبية الخاضع للسيطرة. لكن لمساعدة المنزلقين على الثبات على أقدامهم، إليكم بعض الحقائق العلمية. كي يبقى مستقيماً، يجب أن يكون مركز الجاذبية لديه فوق المحور. المحور هنا هو قدماه. بمجرد أن تطأ قدماه الجليد ويبدأ بالانزلاق، يصعب عليه تصحيح موقع مركز الجاذبية لديه بسبب نسبة الاحتكاك المنخفضة. وإذا حاول فرض أي قوة جانبية بواسطة قدميه، فعلى الأغلب أنه سيسقط على أن يصحح من توازنه وينزلق على ظهره في نهاية المطاف. الوقوف على بحيرة متجمدة يعد نشاطاً جاهلاً وخطيراً، لكن إذا قررت أن تتجاهلني والكل يفعل ذلك، احرص على الأقل على أن تكون متوازناً قدر الإمكان عندما تبدأ الانزلاق. الانحناء للأسفل قد ينفع كذلك. اثبت عند الانطلاق. هل أنت بخير؟ هذا الرجل ركض لمسافة طويلة، لكنه مال للخلف عندما اصطدم بالجليد. هذا يعني أن مركز الجاذبية لديه كان متراجعاً كثيراً. ليس أمامه سوى طريق واحد، وهو السقوط. بعض الجليد جميل. هذا سيكون مثالياً للانزلاق. ربما لا. لحسن الحظ أن بعض الناس وثقوا لنا كوارث انزلاق عديدة.
أتساءل إن كانت هذه دراسة فائقة السرية لمعامل الاحتكاك أو أنهم غاربوا الأطوار. سوف تقع. محاولة زيادة السرعة أو تغيير الاتجاه يمكن أن تسبب لك سقوطاً كريهاً لقلة الاحتكاك. هذا هو العلم الصعب، وهذه ضربة قاسية على الرأس. إذن ربما الانزلاق هو الوسيلة الأفضل للتنقل على الجليد، لكن ربما يؤدي إلى سقوطك وتبللك. حتماً أن هناك من يستطيع الانزلاق جيداً، لكن ليس هو. هل سيتمكن هذا الرجل من الانزلاق بسعادة لمسافة بعيدة؟ لا، لقد فقد توازنه. حاول أن يتدارك الوضع، لكن لقلة الاحتكاك باءت محاولته بالفشل. مثالي. بالنسبة إلي، تعلم التزلج على اللوح كان مليئاً بأمور تحدث للمرة الأولى. أول قبعة مضحكة لي، أول مرة أسقط فيها عن مصعد هوائي، وأول شقلبة. قطعاً لن ينسى هذا. لم يكن مخططاً لهذا، لكن مع تنامي الثقة بالنفس تتنامى الإثارة إلى أن تبدأ بتنفيذ شقلبة ضخمة كهذه. إلا أنني لم أتقن الحط أبداً. الجمع بين قفزة محكمة على نحو دقيق مع كمية مناسبة من الزخم الزوي أثناء النزول على جبل مغطى بالثلوج قد يكون سهلاً، إلا أنه ليس كذلك. وإليكم السبب. لتنفيذ شقلبة خلفية، على الرجل أن يحمل جواً في البداية عن طريق النزول على منحدر بسرعة. قبل الإقلاع عليه أن يولد قوة رد فعل من خلال الضغط على المنحدر وهو يحرك مركز كتلته للوراء لبدء الشقلبة. يمكنه زيادة سرعته الزوية من خلال ثني ذراعيه وساقيه أو خفضهما من خلال نشر نفسه استعداداً لحط مثالي. قبل أن تنفذ شقلبات خطرة عليك أن تنزل المنحدر بالسرعة المناسبة لتنفيذ الحركة. هذا المنحدر صغير جداً، وكذلك كانت الشقلبة. هل أنت بخير؟ أشك في ذلك. يبدو هذا المنحدر كبيراً، ولكن هل للمتزلج السرعة الكافية؟ لا، لا. نزول المنحدر بسرعة 13 كيلومتراً في الساعة منحه الوقت الكافي في الجو ليدور ب 180 درجة ويحول شقلبته إلى انقلاب. عندما تقترب من المنحدر فكر في قانون نيوتن الثالث. لكل فعل رد فعل يساويه ويعاكسه. تحتاج إلى قوة رد فعل من الأرض لتوليد الزخم الزوي والشقلبة. أو ببساطة انزل على المنحدر ودور في الاتجاه الذي تريد التشقلب فيه. هذه ليست شقلبة. أوه، ولكن هذه نعم. بمجرد أن حمل الراكب جواً كان قد فات الأوان ليولد قوة رد فعل، لكنه قام بذلك عندما اصطدم بالأرض بجزئه السفلي ثم برأسه ومن ثم بجزئه السفلي. عندما يتعلق الأمر بالزخم الزوي الأقل لا يعني الأكثر دائماً. الإمساك برأسه على المنحدر قلل من زخمه الزوي، بذلك كان لديه ما يكفي لشقلبة واحدة لا لاثنتين. متزلج آخر وضع نصب عينيه الشقلبة المزدوجة. مرحى. عن طريق الانحناء عند التشقلب زاد من سرعته الزاوية، وهو ما سمح له بتنفيذ شقلبة تجعله فخوراً. والآن ماذا يأتي بعد الفخر؟ أوه نعم، تذكرت الآن. يقولون إن أقصى شيء في القفز بأحذية التزحلق على الجليد هو الجليد نفسه. أوافقهم الرأي. وكذلك هو.
إذن هو يفعل ذلك بهذه الطريقة. ليست هذه الطريقة التي أنصح بها، لكن لما لا نلقي نظرة على طريقة القفز على الجليد التي ينفذها الخبراء؟ دور الخبير دور العلم. في البداية تعزز السرعة وتزيد من زخم الحركة عند الانطلاق لكسب مسافة أكبر. حطت ومركز كتلتها فوق قاعدة الاستقرار، والشفرات متوائمة في جهة الانطلاق للحد من الاحتكاك وتقليل زخم حركتها على نحو تدريجي. إذن يتعلق الأمر بتعزيز زخم حركة كاف لتنفيذ القفز، ومن ثم السيطرة عليه أثناء الحط. فلنبدأ بالانطلاق السريع للحد الأقصى من زخم الحركة. أجل، ستحتاج لأكثر من ذلك بقليل، وخصوصاً إذا أردت تجاوز تلك المطبات. لا مطبات لهذا الرجل، فقط حاجز ارتفاعه 1.20 متراً. كلما كانت القفزة أعلى، كان زخم الحركة الذي تحتاج إليه أكبر، أو ربما منحدراً. أجل؟ ربما لا. إذن لم يتقن أي أحد الانطلاق، فلننتقل بسرعة إلى الحط. فقدان زخم الحركة بسلام يعتمد بشكل كبير على إبقاء تلك الشفرات موجهة للأمام ومركز الكتلة فوق المحور، فلنرى من يستطيع ذلك. ليس هو. التقاط شفرته جعله يدور للأمام، وهو ما جعله يحط وجعل مركز كتلته قريباً بعض الشيء من الجليد. لكن إن كنت تعد هذا قاسياً، فهو لا شيء مقارنة بالهبوط الدوراني. القدم اليمنى موجهة بزاوية في اتجاه الانطلاق. النتيجة احتكاك كبير وجزء سفلي ملتهب. أي شخص قضى عطلة تزلج سيقول لك: رمي نفسك على جبل على لوحين خشبيين لا يخلو من المخاطر المحتومة. لكن هذه نصف القصة فقط، لأنه قبل أن تتمكن من التزلج على الجبل عليك الصعود إليه بكل المرح المرافق لمصعد التزلج. لست متأكدا من أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تستخدمها فيها، أو تلك. على الأقل هذه المجموعة وصلت إلى القمة، لكن أي احتفالات قد تكون سابقة لأوانها؟ هناك بعض الأشياء التي علينا ترتيبها عند واجهة مصعد التزلج. إذن فلنترك المصاعد ونتجه إلى الشرح العلمي. ثمة نوعان شائعان من المصاعد: مصعد الكرسي ومصعد الجر. في مصعد الجر عليه أن يمركز جسده ليمتص التسارع الأولي للعمود قبل أن يسحبه للأعلى. في مصعد الكرسي ينبغي له أن يتوخى الحذر عند الترجل. يجب أن يفرض قوة إضافية بسيطة للابتعاد عنه، لكن إذا لم يكن لديه سرعة كافية أو حدث فجأة احتكاك كبير من الثلج فلن يفلت من الكرسي، ويمكن لزخم حركته المستمر أن يشكل قوة تحول حول قدميه. في الأصل يمكن أن يكون صعود مصعد الجر صعباً، ويمكن أن يكون النزول من مصعد الكرسي صعباً، كل شيء صعب، لكن فلنبدأ بمصعد الجر. هيا ديف. آمل أن يتذكر ديف استخدام كتلته لمقاومة قوة الرفع. لا، هذا مجرد سقوط، وذلك أيضاً. إنه صعب جداً لنكون منصفين، لكن ليس صعباً بقدر ما جعله ديف يبدو. هناك سبب لتسميتها مصاعد الجر. أفلت؟ بتقديم مركز كتلته كثيراً للأمام، لم يكن قادراً على امتصاص تسارع المصعد بشكل صحيح، لكن الاحتكاك المنخفض للثلج يمكن المصعد من سحبه برغم ذلك. أفلته ديف؟ هو رائع، ديف آخر. عليك أن تصغي لأمك يا ديف. ديف، هل قام بتغطية أذنيه؟ أفلت، أحسنت. إنه ديف الكبير، ما زلت لم تصعد بعد؟ لو كنت مكانك لتركت الأمر.
وربما اشتريت مزلجة. هل ننتقل إلى مصعد الكراسي؟ هذا جميل، زخم حركة جيد من الكرسي بالإضافة إلى دفعة لطيفة للحصول على قوة إضافية. هل ترى؟ الأمر ليس صعباً كثيراً إن كنت مركزاً. من الواضح أنهم لم يكونوا مركزين، لم يمتلكوا زخم حركة كافياً للنزول عن الكرسي. انسحب عمود الأمان عند النزول عن الكرسي، وحدث دوران كبير أمام الكرسي. بصرف النظر عن ذلك كان الأمر مثالياً. بالطبع هناك طرق أخرى للنزول عن المصعد. يا للهول. الروائي جي بي بريستلي كتب التالي: أول تساقط للثلوج ليس مجرد حدث، بل إنه حدث سحري. تخلد إلى الفراش في عالم وتنهض في الصباح في عالم مختلف. أعتقد بأنه كان يشير إلى المستشفى. إلى اللقاء.